السلام عليكم اخوان الاخوات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، فيديو مغاير. اليوم عجبتني واحد الحاجه زوينه شفتها اليوم وعجبتني نبارطاجها معكم، لان بحال هاد الحوايج خصها تبارطاجها وخصها تفهمتي خصها تنشر باش تعم الفائده. اليوم ان شاء الله شفت واحد اثناء اللقاء تاع الرجاء البيضاوي واتحاد السوالم، شفت واحد اللقطة اللي عجبتني بزاف. هي الصراحة خاصها تكون ديما بحال هاد الأمور، ونحاولوا أي واحد منا يحاول يعلم الأبناء ديالو على هاد الحوايج. بحال هاد الحوايج راه هما هادوك النواة هما اللي كتزرع في هداك الشخص. إلا بغيتي تخلي واحد الشباب زوين نقي في العقلية مزيان، خاص ضروري بحال هاد المسائل. هما أن شي لاعبين من فريق الرجاء البيضاوي أثناء الاستراحة ديال بين الشوطين مشاو كيصلوا صلاة العصر. هاد الشيء زوين تبارك الله بزاف. كنتمنى من الله بحال هاد اللاعبين بحال ما كتكون الرسالة ديال اللاعب قبل ما تكون الرسالة في الميدان، تكون خارج الميدان، تكون واحد الانضباط مع الله سبحانه وتعالى اولا، وحتى مع داك المحيط. لان داك اللاعب معنا، كنت مؤخرا مشيت للملاعب، حضرت في الملاعب المغربية، حضرت في الملعب محمد الخامس، حضرت في ملعب البشير، وشفت شي حوايج صراحة. كاينين الشباب تبارك الله ما شاء الله، كاينين الشباب اللي فهمتي يقدروا يعطيو بزاف لديك البلاد، وكاينين شي دخلاء كيدخلوا على داك الجماهير هما اللي كيخسروا داك العرس، وكيحاولوا يزرعوا ديك الفتنة بين المغاربة. دابا مثلا ملي كاين داك الشغب كتجي بواحد الطريقة، كيجي طريقة اللي جيتي ترجع للوراء كتشوف واحد الطريقة تسلسلية وواحد الطريقة عشوائية. كتلقى ان واحد صغير ولا شي واحد فهمتي ما مربيش ما متخلقش كيشير بشي قنينه، علاه ما كيشيرش هذاك المسكين، هذاك البوليسي، وداك البوليس مساكن تبان اللي كنشفتهم تما كلهم غير ستاجير حاطينهم تا هما امام يلاه غيبدا الحياه ديالو. كيكون فهمتي تا هو مسكين النهار كامل واقف، كيجي واحد كيشرى عليه قرعه، تا هو كمل الغضب ديالو كيبدي يسب في الجمهور، والجمهور كتولي واحد المشاحنات، وكتولي فهمتي الله يسر الفوضى والسبان والمعيور، وفهمتي والسبب ديالو كيكون واحد الطيش ديال شي واحد صغير ما عندوش العقل دار المشكله كامل. لهذا اخواني الاخوات، هذا الفيديو هذا علاش درتو بغيت نقول لهاد اللعابه خصهم هما يكونوا اول حاجه هما القدوه. راه بغيتي هذاك الجمهور يتقادو اللي زوين خصك تكون انت قدوه. انت ما تشجعش، ما تحاولش تحيد من طريق الله سبحانه، ترجع الاخلاق ديال المسلمين. الانسان يحاول يكون هو قدوه، هو اللي الجمهور يشوف هذاك السيد المتخلق خالو، ما يدخلش يزرع الفتنه وهذه، ويدخل يخدم يدير الخدمه ديالو في التيران. انت كلاعب عندك واحد الخدمه تقدم للفريق ديالك، هو تدخل التيران تحرط هذاك التوني ديال الرجاء البيضاوي ولا شي فريق اخر، تحرط وتعرقو مزيان، تحلل فلوسك وتدخل وتعطي وتقدم واحد العرس كروي وتكون روح رياضية. وما يبقاش هذوك، لان دابا المشكله مؤخرا ولا راه عيب بزاف، حتى الحكام ولاو فهمتي فيهم الظلم بزاف، شي حوايج ولا الله يسر. ودابا العالم كيشوف، دابا مثلا ما تقدرش دابا الماتش ديال البطوله الاحترافيه في المغرب ما تقدرش تشوفه مع شي واحد ماشي مغربي، لان داك التوقفات ودوك السب والقذف والشتم والمباراه ما كتساليش، مبقاش كتسالي في 93 دقيقة، ولات كتسالي فهمتي دائما الزيادات. وعلاش؟ على ان داك الحكم فهمتي راكب على اللي في راسو خصو يديرو، ما صافي هو داكشي اللي عنده في الراس ديالو خصو يديرو، ما خصوش يفكر لذاك الجمهور اللي جاي يجيبو الشعب باش يتفرج وباش تعم باش يشجع الفريق ديالو اللي عاد بغا يعطي الدم ديالو. تلقى ما عنده مسكين والو، جاي داخل التيران وخلص هو تيكيت وجا. وثاني واحد الحاجه اخرى الاخوان والاخوات، راح شوموا عيب هذوك الناس اللي كيجيو، جاي واحد مقطع التيكيت ديالو، واحد جاي باغي ينقاز وفهمتي ما حشومه، ما قالش على التيران ما تمشيش ليه، خلي الناس المساكن تا هما اللي راه كي راح شوموا واحد جاي شاري تيكيت وتجي انت تنقز، ولا تجيك انت هذاك خونا تدخل هذاك على صاحبك، ولا فهمتي هذوك الناس اللي كيكونوا خدامين تما تما ينعلوا الشيطان باش هذيك البلاد تزيد لقدام. راه تبارك الله كما كتشوفوا، انا علاش درت لكم، انا من مشجعين لفريق الرجاء البيضاوي، وكنحترم هذا الفريق وكنحترم هذا الجمهور بالاخص، لان تبارك الله الجمهور ديال الشيف واحد الجمهور. خلينا من هذوك اللي كيدو واحد الدخاله كيبغيو يخسروا هذاك العرس الرياضي. مثلا نهار كنت حاضر في الملعب ديال كنت حاضر في ملعب بشير،
ضد اتحاد ضد الشباب المحمديه. تخيل معايا كاين كيديروا لهم شي امور كيستفزوهم باش يستفزوا داك الجمهور باش يبين انه مشاغب. والصراحه عجبوني داك الجمهور انه ما داروا والو الصراحه، لان حتى دوك المنظمين اللي كانوا تما كانوا كيديروا شي هفوات خيبه بزاف باش يزرعوا الفتنه بين الشعب. كيما كنتي في الفاصيل ديالك راه جاوي ودادي ولا هذا كتسالي المباراه، كتسالي التصعيد، ما كيصفر الحكم صافي كتسالي، ما كتبقاش خصك تحترم داك الشخص. صافي خرج سير حتى ويا في الطريق، تلقى راه عندنا حتى حنا عندنا خوتنا وداديين حنا راه جاويين، ما كاينش المشكل. لان ما كتزيد الفتنه بحال هكا، فكر في هذيك الام ولا الاخت ولا الاب اللي ولدها ما غاديش يرجع ليها، ولا الولده اللي غيمشي للحبس، شنو هذيك المعاناه اللي غادي تصيب هذيك الام ولا هذاك الاب. اخوان والاخوات كنتمنى من الله بحال هادشي تاخذوا هذه الامور بجديه، لان الامور لا تبشر بخير. لانني حضرت قلت لكم مؤخرا شي ماتشات في المغرب وشفت شي حوايج، لان الله اعلم كارثه غادي تكون كارثه الا ما رديناش البال في الايام المقبله. الا ما رديناش البال راه تكون شي كارثه خيبه بزاف، لان ولا دابا المشاحنات ولا حتى الجمهور ولا ان فيهم شي دخلاء ولا واخدين هذيك الكره كوسيله باش يخرجوا داك الكوب ديالهم. وداك الكوب علاه ما كتخرجوا على خوك ولا ولد دربكم جيرانكم، وفي الاخر تكون هو اللي رابح. كاينه واحد الجهه هي اللي رابحه اللي كتخلي هاد الناس يبقاو دائما يدار وحدهم باش ما يشوفوش شي حوايج اللي غادي ياخذوا منها الاستفاده ويستافدوا. وراه شي ميساجات كيدوزوا في داك التيران تبارك الله. قلت لك الناس راه علاش قلت لك انا هذا الجمهور هذا بالاخص، انا ريحت معهم هذا الجمهور ملي حضرت ليه، جمهور رائع جدا. كيفاش اناشيد، كيفاش كيشجعوا الفريق، كيفاش تيفوت كيديرين، ما يكونش هادو ما يكونوش مجرمين ولا يكونوا مشاغبين، هادو بالعكس غيكونوا شي شباب ناضجين، شباب اللي غادي باغيين يزيدوا بهاد الامه لقدام، كيوصلوا شي ميساجات هادفه في اطار الروح الرياضيه. لكن شي وحدين الله يسمح لهم كيستغلوا هادشي وكيدخلوا بينهم كما يقولوا الحياحه باش يديروا الفوضى، باش يبقاو دائما هما شادين هذوك الاماكن. الاخوان راك عرفتوني هنا في جدويش، كنتمنى من الله هاد الفيديو توصلوه. وهنا رساله للاخوان كما غتشوفوا هاد اللقطه ديال الاولاد هادو كيصليو، كنوجه لكم هاد الرساله، اللي ما كيصليش يصلي ويتقي الله اول حاجه، وثم حاجه هذاك اللي غيمشي للتيران يفكر في والديه هما الاولين. هذاك الدري الصغير دابا المشكله اكثر الاولاد الصغار شفتهم، واش انا واحد انا شفتو مدخل في التيران مخلينه مدخل بيكالا، هذا الدري الصغير جيب بيكالته ودخلوه، دابا فهمتي ما فهمتي الصراحه. واش الوالدين ردوا البال لاولادكم؟ ملي كندوك على الولاد الصغار فين غاديين؟ وراه ما كاينش الولد غادي يخرج السيطره ديالك، راه خصك تحاول تفرض عليه التربيه ديالك. حاولوا تربيوا الاولاد تاعكم، لان حنا في واحد الوقت جايه صعيبه بزاف، باغا الوقت شويه الصرامه، ضروري من الصرامه باش نزيدوا لقدام ان شاء الله. وكنتمنوا من الله حتى هاد الفتره اللي غادي تحبس فيها البطولة، كنتمنى من الله هذوك الملاعب كاين شي ملاعب خاصهم يتصلحوا، وخاص المسؤولين تاهم يقوموا بالدور ديالهم ويحاولوا يناقشوا ويستغلوا شنو هما ذوك الهفوات، علاش كان الشغب كثير، شنو هو السبب، والسبب امني ولا السبب اداري ولا السبب اخلاقي. ويحاولوا ينسقوا كاع مع الجهات باش تكون الامور ان شاء الله بخير وعلى خير، باش الانسان يعاود يتفرج في الماتش. دابا مابقاش كنتفرجوا في كره صراحه، دابا مثلا كنبدا تتفرج في ماتش، الى جيتي تحسب الماتش كتلقى ملعب واش 40 دقيقه ولا 50، وهذيك كامله ديزا غير شغب ومشاكل والظلم في التحكيم، وكاين واحد الفساد رياضي الله يستر اللي غادي بينا بالهاويه. كنتمنى من الله هذا العام هذا ديال انهم غيمشيو للمونديال، ما كنتمنى من الله الناس المسؤولين يديروا واحد اللجنه اللي دير واحد التقييم، كيما يكون المشكل ربحنا خسرنا، ولكن خاصها تكون واحد المحاسبه وخاصها تكون واحد التقييم باش ما نبقاوش نطيحوا في هذوك الفضائح او هذوك الاختلاسات الماليه، او السبب اللي كان تقصوا به، شنو هو السبب، واش تنظيمي ولا سبب اداري ولا سبب رياضي، ولا خصنا باش كيكون واحد البحث باش نزيدوا لقدام، لاننا دابا داخلين على تظاهره كبيره كاس العالم. وكنتمنى من الله هذه رساله ديال اصحاب
اللي كيبغي يركبوا على الموجه بزاف غير الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش لا فيديوهات لا والو، ديروا دوك المغنيين ولا دوك صحاب التافهين صحاب اللي كيسمعوا بالمحتوى. كنتمنوا من الله ما ديروا والو على المنتخب، خليوا المنتخب يمشي، ما تبقاوش غنيو عليه ما والو. هذه رساله موجهه لهذوك المغنيين ولا دوك صحاب الشعبي ولا هذوك الفاصل شي وحدين اللي كيبغوا يركبوا على الموجه ولا هذا، ما ديروا والو. بغا تشجع المنتخب شريتوني لبستوني وشجعوا كالمغاربه، هذه هو الفرق. لا بقاو تخرجوا لنا في فيديوهات عندنا راه دائما كانوا عندنا وما كنديروا والو. شنو هو السبب؟ الله اعلم السبب. كاينه شي حاجه خصنا نديروا عليها واحد البحث، خاص البحث المسؤولين يديروا واحد البحث باش ما نطيحوش في نفس الغلط. راه كنا في 86 ما كانوش عندنا نجوم، ولكن كانوا عندنا لاعبين ما شاء الله، لاعبين كيموتوا على التوني، كتيمو ميد، كعبجي الدورمي الله يرحمه، كعزيز بودرباله، كالحارس بدو الزاكي الكزاز، كانوا لاعب الزاز، لعابه كانوا تبارك الله تقال في الميزان ديالهم، ولكن راه الا كانوا في هذا الوقت راه ما خداوش الدور ديالهم الصراحه، ما خداوش حق ديالهم، لا هما ولا ديال اللي جابوا الكاس افريقيا، ما خداوش الحق ديالهم في العوض. اللاعبين خداو اكثر من الحق ديالهم، ومع ذلك راه ما كاينش واحد الانجازات، كاين غير الاقصاءات، وحنا فرحانين بالخسائر والهزائم، ودائما نفس المشكل، ما كاينش واحد الصحيح، ما كاينش الرجوع للوراء، ما كاينش واحد اللجان اللي كتشكل شنو هو السبب تاع الاقصاء باش نزيدوا لقدام. دائما كنقولوا لا حقا، كنديروا لنا واحد المبرر، لا ظلمنا الحكام هادي وفي هادي، لا في الاخير كيد مص الملف وما كنعرفوا والو شنو كاين. لهذا الاخوان الاخوات كنتمنى بالله توجهوا تنشروا هادو تبارطاجيو هادو باش تعمل الفائده، وبالاخص قلت لكم هادوك اش كيسميهم، نعاود لهم الرساله ثاني، الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين، خليوا المنتخب يمشي بلا ما تبقاو تطبلوا بزاف ولا هادي، فهمتي، بلا ما نديروا الشوهه ثاني لروسنا، خلي هذا المنتخب هو باش ما يكونش عليه واحد الضغط. ورا فهمتي باش نقول لكم الاخوان، هي قضيه كيف كاين واحد، ولكن حنا مع السير الكريبي، حنا معاه الى الاخير. اش نقول لك؟ لان هو كاين عليه حتى هو شي ضغوطات، كاين شي اختيارات اللي كيبان ليا هو ماشي ديالو مفروض عليه، ولكن شنو غايدير؟ كنتمنى من الله ملي غيمشي لكاس العالم في هذيك الساعه يطيح في سميتو في التيران، ويفرض الوجود ديالو، وينسى شنو قالوا ليه، ويدير الخدمه ديالو باش يفرح الشعب المغربي اللي سبحان اللي في هاد الاوقات خاصو الفرح، لانه حزين بزاف، خاصو الفرح في ظل هاد ارتفاع الاسعار وهاد المعيشه الغاليه وهاد التسيير العشوائي ديال بعض المسؤولين. الله يصلح من بالهم وياخذوا بحق المواطن المسكين اللي مقصح دابا من هادشي ديال الغلاء الاسعار والمعيشه. والاخوان والاخوات ما تنساوش بالدعاء ديالكم، والسلام عليكم.
مشينا.